قررت ادخل مع هذا الفريق وبدات اسوي رقصات معهم، وكنت اروح معهم بكثير حفلات بجيبوتي، وقررنا نسوي يعني خلاص كنا فريق واحد، وكنا نعمل كثير حفلات بالبلاد. وبعام 2020 مع الفريق حقي افترق مكان، كل واحد حصل شغل وفي اللي يتزوج، ويعني كل واحد خلاص دخل بحياته الخاصة. أني بدأت كنت أحب كثير الرقص، وما أشيك أنا أوقف الرقص. قررت أتصل لكل أصحابي اللي كانوا بجيبوتي اللي كانوا يحبوا الرقص، وقلت لهم إذا كانوا يشتوا يعملوا معي فريق واحد اللي كان بيمثل جيبوتي. بعد عام 2020 كان كثير صعب عليا، لأنه كنت الوحيدة البنت اللي قررت بجيبوتي يعني تأسس هذه الفرقة مع عيال، بس كنت البنت الوحيدة، وكان هذا صعب إنه كمان يعني يثقوا فيي ويسمعوا كلامي، ويعني يصدقوا يعني فكرتي على الرقص هنا بجيبوتي، ونعمل حاجات كبيرة مع الرقص بجيبوتي. تعرضنا للانتقاد على السوشيال ميديا، وكنا نشوف الكثير من التعليقات السيئة واللي كانت يعني تجرح نحن كثير، لكن نحن ما سمعنا كلام الناس هذولا، وكنا مقتنعين انه الرقص هو شيء تمام. واخيرا الرقص مفيد لنا لثلاث اسباب مهمة جدا: اول شيء نحافظ على جسمنا، ثاني شيء للصحة النفسية، وثالث شيء نحن كشباب يعني تبعدنا من الشيء السيء.